نشرة الظهر. تحية متجددة من قسم الأخبار. مستمعينا الكرام، أهلا بكم إلى نشرة الظهر وفي عناوينها: إضراب عام وطني للمحامين في تونس، وجمعية القضاة تتضامن وتستنكر استهداف حرية التعبير وتراجع الحماية القضائية لها. عودة متنامية للمهاجرين غير النظاميين من أفارقة جنوب الصحراء طوعا إلى بلدانهم، والهلال الأحمر يدعو المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف نسق العمل على الملف. معارك ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جبالية ورفحة، وإسرائيل ترى أن الحرب في غزة ستشكل مستقبلها لعقود. نفذ المحامون اليوم بكامل الجمهورية إضرابا عاما وطنيا استجابة لقرار مجلس الهيئة الوطنية للمحامين المنعقد أمس، وذلك على خلفية اقتحام فرقة أمنية لدار المحامي بتونس السبت المنقضى لتنفيذ بطاقة جلب في حق المحامية سونيا الدهماني. وقد أكد رئيس الفرع الجهوي للمحامين بتونس لعروسي زغير صباح اليوم نجاح هذا الإضراب الحضوري بنسبة 100%، موضحا أنه لم يشمل المسائل الاستعجالية. هذا وتتواصل التحركات الاحتجاجية للمحامين بقية أيام الأسبوع، ومن بينها مقاطعة باحث البداية والفرق الأمنية عميد المحامين حاتم المزيوة. مقاطعة باحث البداية والفرق الأمنية كامل أيام الثلاثاء والأربعاء والخميس، يوم غضب وطني تتخلله وقفة احتجاجية شباب قصر العدالة وأمام دار المحامي نالي صبغتها الرمزية يوم الخميس قادم على الساعة 11، وكذلك العمل على تشبيك كل العمل المجتمع المدني مع بقية المنظمات، وخاصة يعني المنظمات الوطنية الكبرى، من أجل الدفاع عن مكتسبات الشعب التونسي، خاصة الحقوق والحريات في بلادنا. في بيان أصدره اليوم، أدان المكتب التنفيذي لجمعية القضاة التونسيين اقتحام عناصر أمنية دار المحامي بتونس مساء السبت الماضي، والقبض على الأستاذة سونيا الدهماني من داخله، وما رافق ذلك من إضرار بمحتويات المقر واعتداء على موجودين فيها. وعبرت الجمعية عن تضامنها الكامل مع الهيئة الوطنية للمحامين، وصفة عملية الاقتحام بالسابق الخطيرة التي تمس من جميع مكونات الأسرة القضائية، كما استنكرت ما اعتبرته التمشي المتصاعد في استهداف حرية التعبير والإعلام وتراجع الحماية القضائية لها باستعمال المرسوم 54 لسنات 22 و2000 بصفة تعسفية ودون ضوابط وفق ما جاء في نص البيان. وجددت الجمعية دعوة القضاة إلى عدم التخلي عن دورهم في تفعيل مبادئ المحاكمة العادلة وعدم الخضوع لأي ضغوطات. أفاد الناطق باسم المحكمة الابتدائية بتونس محمد زيتونة أنه تم بإذن من النيابة العمومية للإدارة الفرعية للقضايا الإجرامية التمديد بالاحتفاظ لمدة 48 ساعة بكل من الإعلاميين مراد الزغيدي وبرهان بسيس على ذمة التحقيق. وأضاف زيتونة في تصريح لوكالة تونس إفريقيا للأنباء اليوم أن الإيقاف تم من أجل شبهة جريمة استعمال أنظمة معلومات نشر وإشاعة أخبار تتضمن معطيات شخصية ونسبة أمور غير حقيقية بهدف التشهير بالغير وتشويه سمعته. تمثل العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين أحد الحلول التي تعول عليها تونس للتصدي للأزمة الأخيرة في علاقة بالمهاجرين من إفريقيا جنوب الصحراء، حل يستوجب تدخل عدة جهات بينها منظمة الهلال الأحمر التونسي التي توجهت بنداء إلى المنظمة الدولية للهجرة لتكثيف نسق العمل على هذا الملف. التقرير لخول سليتي. حوالي 2500 مهاجر غير نظامي من إفريقيا جنوب الصحراء عادوا طوعا إلى دولهم منذ بداية السنة إلى حدود تاريخ 9 ماي الجاري، وفق ما أعلنته الإدارة العامة للحرس الوطني. وباتصالنا بالمنظمة الدولية للهجرة، أكدت أنه في سنة 2023 تم تأمين العودة الطوعية ل 2557 مهاجرا غير نظامي، ما يعكس تضاعف العدد 4 مرات تقريبا بين سنة 2023 والثلاثي الأول من
من سنة 2024. من جهتها أكدت الناطقة الرسمية باسم منظمة الهلال الأحمر التونسي في ملف الهجرة بوثينة غريغبا تسجيل نسق مرتفع جدا على مستوى ملف العودة الطوعية. ملف العودة الطوعية معناتها النسق نتاعو ارتفع بالقديم، العدد مهم جدا بالمقارنة مع سنوات الفارطة في نفس الفترة. ثم عدد أيضا مهم جدا الآن بصدد الدرس في مكاتبنا وبصدد التنسيق مع المنظمة الدولية للهجرة لإتمام الملفات. وقال الناطق الرسمي باسم الإدارة العامة للحرس الوطني العميد حسام الدين الجبابلي إن تأمين العودة الطوعية لا يكون بتدخل أمني فقط. تم عملية نقل صارت من طرف وحداتنا إلى بعض أفارقة جنوب الصحراء وتوجيههم إلى المقرات المركزية والرئيسية للمنظمات اللي تعنى بالهجرة، كان ذلك بتنسيق مع الهلال الأحمر التونسي، وهذا التنسيق قاعد يصير في مختلف هياكل الدولة خاصة مع وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، إضافة إلى التنسيق اللي قاعد يصير مع وزارة الداخلية وكذلك المنظمات خاصة الهلال الأحمر التونسي وبالتنسيق مع منظمات اللي تعنى بالهجرة. وتوجهت ممثلة منظمة الهلال الأحمر التونسي بوثينة غريغبا بنداء إلى المنظمة الدولية للهجرة لتكثيف العمل على ملف العودة الطوعية خاصة في ظل تزايد عدد الراغبين في العودة. نداء للمنظمة الدولية للهجرة لتكثيف العمل على هذا الملف. طبعا الهلال الأحمر التونسي لا يتدخل في رغبة المهاجر، ولكن نظرا للأعداد الكبيرة التي عبرت وتعبر يوميا لمتطوعين على رغبتها في العودة الطوعية، ندعو المنظمة الدولية اللي قاعدين نسقوا معها الآن في صفاقس وفي مدنين بالترفيع في نسق العمل وتكثيف العمل على هذا الملف. هذا وتمثل المنظمة الدولية للهجرة طرفا رئيسيا في تأمين العودة الطوعية للمهاجرين غير النظاميين لدورها في مرافقتهم ومساعدتهم على بعث مشاريع تتماشى وقدراتهم واختصاصاتهم. أكدت المسؤولة عن الخدمات عن بعد والوكالة الافتراضية بالشركة التونسية للكهرباء والغاز هند النيفر الشروع بداية من شهري ماي وجوان في تركيز العدادات الذكية لفائدة 450 ألف حريفة، ما يعادل 10% من الحرفاء الذين ستشملهم المرحلة الأولى من هذا المشروع. وفي تصريح لذياء الدين الكريفي في برنامج يوم سعيد على موجات الإذاعة الوطنية أوضحت النيفر أن هذه العدادات ستسمح بخلاص فاتورة الاستهلاك، كما ستمكن من القيام بأعمال الصيانة عن بعد. صلاة قلنا احنا في البوليتي الثاني هدايا في احنا فيه مع ثامي جواء مش نبدأ ونركز في العدادات الذكية. هي المرحلة هدايا بتكون تدريجية تشمل 450 ألف حريف بينهم المنزلي وكل الكبار المستهلكين والصناعيين، مع العلم اللي احنا مع تدوما يرمزوا 10% من الحرفاء انتع الشركة مهما كانت الصفة انتاحة. قال لك انا من خلصت الفاتورة التقديرية وانا نحب الكن استهلاك العدد الذكي بش يخوله بش يكون عنده فاتورة على استهلاك حسب الدورية اللي بش نسيكم فيها في الدخل، دونك ما يخلص فاتورة كان على استهلاك. ينجم مثلا يطلب حتى تقوية عدد حتى من بعد ذي كيف ينجم مثلا احنا نقوم بالصيانة عن بعد في حالة مثلا صمى اشكال على الشبكة والتوزيع ولا حاجة. نشرة الأخبار متواصلة على موجات الإذاعة الوطنية التونسية وعلى موقعها راديو ناسيونال بوانتيان. في تطورات الوضع في الأراضي الفلسطينية في اليوم 20 بعد 200 من العدوان الإسرائيلي على القطاع، واصل جيش الاحتلال اليوم قصفه الجوي العنيف على مخيم جبالية شمالي القطاع وإطلاق النار بكثافة على مراكز الإيواء بالمخيم قبل إجبار مئات الفلسطينيين على مغادرتها. وقال مدير إسعاف الخدمات الطبية في شمال قطاع غزة إن قوات الاحتلال تشن حرب إبادة جماعية في مخيم جباليا، وإنه تم انتشال أكثر من 20 شهيدا وعشرات المصابين في القصف الذي طال المخيم، حيث لم تتمكن طواقم الإسعاف من الوصول إلى عدد كبير من الشهداء فيها. وفي رفح يخوض مقاتلو كتائب القسام الجناح العسكري لحماس اشتباكات ضارية مع جنود الاحتلال في محور التوغل شرقي المدينة، حيث أكدوا استهداف ناقلة جند إسرائيلية ثانية بقذيفة الياسين 105 وإيقاع قوة صهيونية راجلة بين قتيل وجريح في محور التقدم شرق جباليا، إضافة إلى استهداف دبابة صهيونية في معسكر جباليا شمال القطاع. من جهتها أعلنت سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامية قصفها بقذائف هاون تمركزا لجنود وآليات العدو في محيط مدارس أبو زيتون شرقي جباليا.
على الصعيد الإنساني، أكدت وزارة الصحة في غزة اليوم أن المنظومة الصحية في القطاع قد تنهار خلال ساعات بسبب عدم إدخال الوقود اللازم لتشغيل المولدات في وقت أكدت فيه مصادر صحفية مطلعة انقطاع الكهرباء عن المستشفى الأوروبي في خان يونس بسبب منع الاحتلال إدخال الوقود منذ 7 أيام. من جهتها أعلنت وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا اليوم الحاجة الفورية والعاجلة إلى ممر آمن لإيصال المساعدات الإنسانية إلى قطاع غزة، مؤكدة أن عملية تقييد وصول المساعدات إلى القطاع مسألة حياة أو موت للفلسطينيين الذين يعانون من القصف المستمر وانعدام الأمن الغذائي. كما أعلنت الوكالة الأممية أن أكثر من 360 ألف شخص فروا من مدينة رفح خلال أسبوع منذ أصدرت قوات الاحتلال أمر الإخلاء الجزئي منها، مؤكدة أن مستوى جديد من اليأس في قطاع غزة بدأ يتكشف أمام أنظار العالم. على الصعيد السياسي، أكد رئيس الوزراء الصهيوني بنيامين نتنياهو أنه لن يتراجع عن مواصلة العمليات العسكرية في قطاع غزة حتى وإن تطلب الأمر عدم التعويل على أمريكا أو غيرها من الدول، مشددا على أن فكرة إبعاد قادة حماس من القطاع مطروحة في المناقشات. كما أكد وزير الحرب الإسرائيلي يؤف جالانت من جهته أن الحرب ستستمر على القطاع حتى إعادة الأسرى وتفكيك حكم حماس وقدراتها العسكرية، قائلا إن الحرب في غزة ستشكل مستقبل إسرائيل لعقود. تصريحات وزير الدفاع الصهيوني يؤف جالانت بأن الحرب على قطاع غزة ستستمر حتى إعادة الأسرى وتفكيك حكم حركة حماس وقدراتها العسكرية تفضح النوايا الحقيقية لحكومة الاحتلال وتتنافى مع جهود الهدنة والمواقف العالمية المعارضة للحرب. تقرير ناجي بن جنات. خطيرة وتصعيدية، هكذا توصف التصريحات الأخيرة لوزير الدفاع الصهيوني يؤف جالانت الذي أعلن أن الحرب على غزة ستستمر حتى إعادة الأسرى وتفكيك حكم حركة حماس وقدراتها العسكرية. تصريحات تأتي في مرحلة دقيقة يشهد فيها مخيم جباليا ومدينة رفح عدوانا إسرائيليا سافرا يتعارض مع جهود الهدنة ويدفع نحو المزيد من الإبادة والدمار في حق الشعب الفلسطيني. من نابلس تحدث لقسم الأخبار المحلل السياسي سليمان بشارات. هذه التصريحات تعبر عن أمرين اثنين. الأمر الأول حجم وطبيعة المأزق الذي يتعرض له الجيش الإسرائيلي في قطاع غزة، عندما لم يستطع الجيش حتى هذه اللحظة تحقيق الأهداف الرئيسية سواء بالقضاء على قدرات المقاومة الفلسطينية أو بإعادة الأسر الإسرائيليين من يد المقاومة الفلسطينية، وبالتالي يريد الآن وزير الجيش ورئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي إعادة استنساخ واستحضار ذات الخطاب الشعبوي كواحدة من الأدوات التي يمكن أن تحقق لهما دعما ومبررا لاستمرارية هذه الحرب. النقطة الثانية أن وزير الجيش وكذلك الأمر رئيس الحكومة الإسرائيلية يتهربان من سؤالين اثنين. السؤال الأول وهو المتمثل في حجم الإنجازات إن كان هناك إنجازات فعلية على الأرض، وثانيا إن كان هناك قدرة على وجود رؤية سياسية مستقبلية لما بعد الحرب. تصريحات جالانت ليست جديدة على الكيان الصهيوني، لكن خطورتها تكمن في الإصرار على مواصلة حرب الإبادة في قطاع غزة وتوسيع نطاقها أكثر في مدينة رفح، رغم المتغيرات التي شهدتها المواقف السياسية والشعبية في العالم وخاصة في الغرب إزاء هذه الحرب الظالمة الجائرة. بهذا الخبر نأتي وإياكم مستمعينا الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. إضراب عام وطني المحامين في تونس، وجمعية القضاة تتضامن وتستنكر استهداف حرية التعبير وتراجع الحماية القضائية لها. عودة متنامية للمهاجرين غير نظاميين من أفارقة جنوب الصحراء طوعا إلى بلدانهم، والهلال الأحمر يدعو المنظمة الدولية للهجرة إلى تكثيف نسق العمل على الملف. معارك ضارية بين المقاومة وجيش الاحتلال الإسرائيلي في جباليا ورفحة، وإسرائيل ترى أن الحرب في غزة ستشكل مستقبلها لعقود. شكرا على حسن المتابعة والإصغاء، تحياتي نفيسة حسني، في أمان الله.